هدفنا من هذه الحمله تطلقها المديريه عمل الامن الوطني بالتنسيق مع الدرك الوطني انه يكون دخول اجتماعي هذا سليم وامن ونحافظوا على ارواحنا نحافظوا على كل مستعملي الطريق. السلام عليكم، بغينا دخول المدرسه وخاصكم تخافوا علينا ما ديروش حسنا كنقراو. بخير واش راكم لاباس؟ لاباسين نيك. اطلقت حمله توعويه وتحسيسيه بمناسبه الدخول الاجتماعي. مصالح الامن والدرك الوطني ناظمين الحمله التحسيسيه بمناسبه الدخول الاجتماعي. الهدف من الحمله التحسيسيه باش نوعوا مستعملي الطريق، اول حاجه تجنب المناورات الخطيره واحترام السرعه المحدده باشاره وما الى ذلك. التقليل من السرعه، اخذ الحيطه والحذر، تطبيق القانون باش نقللوا من الحوادث اللي راه تكون، وان شاء الله باش يكون دخول اجتماعي ومدرسي امن. انا نحب تكون التربيه وتكون مثل القانون نورمال ونمشيو على القانون، وهذه هي. نحافظوا على وليداتنا اللي راهو يقراو وتحافظوا على ارواحنا. المهم اليوم عندنا حمله تاسيسيه وبعد ما دخول المدرسه ما خاصكم تحافظوا علينا في الطرقات، ما نديروش الحس ما تجريوش. لازم نحافظوا عليهم، راهم ولادنا، هذا الجيل المستقبل تاعنا، لازم نحافظ عليهم بكل طرق. في اطار مواصله الحملات التحسيسيه وتزامن مع الدخول الاجتماعي لسنه 2022، وما تعرف هذه الفتره من كثافه مروريه وكثره التنقلات عبر شبكه الطرقات وما يصاحبها من تدفق في حركه المرور، سطرت قياده المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بسطيف حمله تحسيسيه مشتركه مع مصالح الامن الوطني بسطيف تحت شعار لدخول اجتماعي امن احترام قانون المرور. ستمتد هذه الحملة التحسيسية من 20 سبتمبر 2022 إلى غاية 10 أكتوبر 2022. الهدف من هذه الحملة التحسيسية بالدرجة الأولى هو تحسيس مستعملي الطريق على تجنب المناورات الخطيرة واللامسؤولة والالتزام بقواعد السياقة السليمة، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف ألا وهو تقليل حوادث المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات. مصالح الشرطة بسطيف هي اليوم بمعية أفراد سلاح الدرك الوطني لتأطير نشاط تحسيسي موجه لمستعملي الطريق، طبعا تحسبا للدخول الاجتماعي. نحاول أن نحسس، نحاول أن نذكر بأهم قواعد السلامة المرورية، يعني نحاول أن نذكر أيضا السائقين بأهمية احترام قانون المرور. طبعا حملة سوف لن تقف هنا بل ستتواصل على مدار السنة.